في دار علوش. يلا هي جريمة البشعة اللي حكينا عليها البارح، وحتى عدينا رواية البنت الضحية اللي دخلت في برنامج صباح الناس، وين تقول انه فما اشخاص مسلحين بسيوفة وسكاكن قاموا باقتحام منزلهم في دار علوش وقاموا بإضرام النار، مما اسفر عن وفاة مسن حرقا فيما اصيبت مرته بحروق بليغة. البارح العميد حسام الدين الجباب للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني كان دخل في برنامج صباح الناس ويقول انه تم القبض على 6 مراهقين. تم حصر شبهة في مجموعة معينة، وتم ثم إيقافات صارت في خصوص المجموعات هذية، وحاليا بسبب بحث سماحهم تم تنسيق مع النيابة العمومية وكذلك مع التحقيق الخامس في خصوص في مع المحكمة الابتدائية بنابل في خصوص ما يمكن إنارة به الرأي العام، باعتبار لكون وحداتنا في أقل من 48 ساعة قاموا بإيقاف مجموعة كبيرة، وحاليا ثم تم إيقاف 6 أنفار والبحث مازال متواصل في القضية الجارية. بالنسبة للمجموعة اللي نأكدوها اللي هي كلهم توانسة، وبالنسبة للأعمار نتاعهم تقريبا تتراوح بين 16 17 و20 سنة. كيف ما سمعتوا يأكد أنه هما توانسة، على خاطر خرجت إشاعات تقول أنه اللي قاموا بالجريمة هذية فرقة ليه توانسة وتتراوح أعمارهم بين 16 17 و20 سنة، ويأكد أنه البحث متواصل للقبض على بقية المتورطين. معدل الاعمار 17 كما كنت تسمع 16 17 حتى لل 20 سنه، نحكي على اطفال 16 سنه راه طفل معناها حتى 20 سنه طفل. لا نحكي لك معناها طفل معناها 16 سنه اي واحد فينا في حومته ينجم يبدا قاعد يبعث ويشري له، معناها برا جيب عايش ولدي عايش خويا صغير برا كذا 16 بين 16 و20 نحكي على جريمه بالفظاعه هذه. كل يوم نحكي على منسوب العنف اللي عندنا في بلادنا واللي ماشيين نتصدموا منه. ناصر رفيقنا هذا ما ياكد مره اخرى اللي كنا نحكيه برشا مرات، انه ما نجموش يكونوا الاطفال هذوما اطفال، نحكيوا على 16 سنه راه مازال ولد، مازال ما يعرفش حتى يقول 4 جمل في جره بعضه باش ينجم يعرف يخمم اسكو اللي باش يعملوا هذا صحيح ولا غلط. هذا ما يدني ما نجمش يكون في حالته العاديه، ما نجمش يكون نجم يكون ماخو ماده مخدره، خاطر برشا مرات انا نعرف عندي باصات لبعض الامنيين يقول لك راهو يعمل الحادثه وبعد يقول لك انا شنو اللي عملت، بعد ما يقترف حاجه شنيعه برشا فظيعه يقول لك انا شنو اللي عملت وكيفاش عملت وبين وسيله. بالحق مرة أخرى هذاك علاش وقت اللي نبدأ ونحكيه على الظاهرة بتاع المخدرات وخاصة الحرابش اللي قاعدين يدمروا في الشباب متاعنا، اليوم راه ولد 16 بعد 20 سنة راهو اليوم تدمرت حياته، معناتها كان ينجم يكون معناتها طرف في قضية كيما هذه وبالطريقة هذه، معناتها وانه ينجم يطلع ويحرق ويقتل راجل كبير ويسكر عليه باب. فهذا من الكل معناتها حاجات بالحق اليوم تخلينا نخمو برشا مرات. الراجل اللي توفى الله يرحمه والمراه ما زالت في الانعاش، 10 عائلات على الاقل بالبو باللم بالاخوات اليوم باش تكون مصيبه بالنسبه ليهم، ولادهم في قضيه باكيد انثبتت التهم عليهم وكل باش تكون احكام طويله وحياتهم باش تتعدى في الحبوسات. اين المشكل مانيش عارف. نسمع ميمه بعد نرجع لك بعد الفاصل. انا نجم نتخيل اللي اغلبهم حالات اجتماعيه، كان ندخلوا لحياتهم والعائلات تنقاهم بأمهم تلقين مسيبينهم في الشارع، بو في شيرة الأم في شيرة، ما نعرفش أنا أنت وليد عمره 16 سنة شوف أنت وقتش صارت الحادثة نص الليل ماضي ساعة متاع الليل، وين بو وين أم وش يعمل في الشارع. يا خويا كل واحد إذا هو ناوي باش يعرس وباش يجيب صغيره حتى إذا صارت حالة طلاق كل واحد ينجم يعرس ومن بعد يصير طلاق، وساعات يكون الطلاق هو الحل. تلهيوا بصغاركم أطروهم خافوا عليهم، راهو الشارع راهو آفة كبيرة راه ما تعرفش عليه مع شكون يخرج مع شكون يصوحب، ساعات تلقاه هو ماشي في الطريق السوي والمستقيم يتلهوث عليه سامحوني في الكلمه وليد تلقاه هو معناه مجرم وشوف وين تلقاه النهايه نتاعو وين. بعد الفاصل نرجعو نحكيو في الموضوع وردوا بالنا على صغارنا 16 سنه مستهتين تعليل بقعتوا راي في الدار اذا كان عنده والدين، ردوا بالنا على صغارنا مش عادي، ثم وقت ثم بلايص ثم حاجات ما نجموش نجراو فيهم ولاد في العمارة هذاكم. تعدى في الشارع ساعات تلقى 16 و17 سنه وفي وقت معين في بقعه معينه تقعد به تقول الوالدين وين، وارجع الموضوع الليسيات والمكاتب بارح بركه معناها تنجم تتعدى قدام ليسيات قدام مكتب قدام كذا تشوف حاجات معناها عقلك لا يقبلها، معناها لا يقبلها. تقول وينهم لي بارون تاعهم وهالاريحيه اللي فيها الصغار نتاع توا معناها في التصرف هذوما، معناها نحكيو على السلوكيات امام المنزل المعهد والمكتب. قيس على هذا الحاجات اللي نجم توصلنا الجرائم بالفظاعه هذه. نعود بعد الفاصل.